الشيء اللي ننوه ليه اليوم اننا اليوم صح ربي كرمنا لان كنا بحاجه الى الفرح، كنا بحاجه باش نكونوا سعداء، لان حزننا كثير للمباريات الماضيه في الايام الماضيه، ما كناش نسيروا الكره، كنا نسيروا دائما في مشاكل اللي هذاك الشيء اللي اثر على اللاعبين وخلاهم فقدوا الثقه في النفس. وما يخفلكش باللي عندما تشوف فريق اللي خصوه اكثر من 8 لاعبين اللي كانوا موجودين او 10 اللي كانوا موجودين منذ البدايه، بصراحه راني سعيد وفرحان للاعبين، فرحان لكل الناس اللي وقفوا معنا في وقت الشده، الانصار اللي دائما كانوا يشجعونا خاصه في الوقت في الاوقات الصعبه. هذه المولوديه مش فريق اخر، تعرف اللي يعني بصراحه يعني الضغط اللي كنا عايشينه خاصه النتائج مش موجوده، المشاكل اللي اثرت كثير، ان شاء الله اليوم نطويو الصفحه هذيك وممكن نعاودوا نوليو لسكه الانتصارات في المستقبل.